Alors, Abd Razak Mehmo, fondateur de le Reduj, qui est le haq d'ouli, le jami'at de madaris le Kobra, qui est أول مرحلة في الدورة الخامسة ديالو في عمره 5 سنين وصل لمرحلة ديال النضج حاليا وحنا تنزوروا مدينة تيزنيت اللي لقينا فيها الحمد لله إقبال مزيان لا من ناحية ديال السلطات المحلية ولا من ناحية نتاع المسؤولين اللي داروا لنا أحسن استقبال وتتحت لنا الفرصة أننا نديروا تكريم لجوج ديال الناس اللي بداوا جهد كبير من في هذه المدينه هذه نوتامو الدكتوره ديليغين تاع لا سونتين تاع المدينه اللي بهرتنا بالمسار ديالها المسار لا الجمعوي ولا بروفيسيونيل والسي عبد الله البودريسي اللي كان من الناس اللي عطاو الكثير لكره القدم في المنطقه وشكرا للجريده ديالكم.